مع زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي. صباح الفل عليك يا شريف، وعايزين نعرف منك بقى اخر الاخبار والمستجدات، مع طبعا التركيز على تدريبات الفريق الاول لكره القدم. صباح الفل. صباح الخير كريم، صباح الخير نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالفعل يمكن تمرين الأهلي بدأ منذ قليل، يمكن التمرين بدأ في التاسعة والنصف صباحا، يمكن نص ساعة. مستر فايلر طبعا عمل محاضرة مع اللاعبين حوالي 10 دقائق اتكلم فيها عن أهمية مباراة دجلة اللي هتكون يوم الجمعة. الأهلي بيستهدف طبعا تمريناته تاني يوم النهارده، تاني يوم على التوالي، والتمرين في التاسعة والنصف، عشان بعد التمرين بإذن الله يبقى في البروتوكول الطبي، المسحة الطبية اللي هتكون بعد التمرين قبل المباراة ب 48 ساعة. لو نظرنا لجدول الفريقين او وضع الفريقين في الجدول، الاهلي طبعا في الصداره برصيد 62 نقطه، ودجله في المركز التاسع برصيد 26 نقطه. الاهلي فاز على المصري في اخر مباراته بهدفين مقابل لا شيء، ودجله ايضا فاز على فريق مصر بهدفين مقابل هدف. يمكن راجع من الايقاف احمد فتحي وراجع اليو ديانج، غيابات النادي الاهلي كتير طبعا. علي معلول للايقاف، ويمكن الناس كلها قالت علي معلول النهارده الايقاف للمباراه القادمه ممكن يبقى يديله اريحيه شويه عشان يقدر ياخد نفسه توالي المباريات، كل 3 ايام مباراه، فممكن ياخد نفسه ويرجع بعد كده في مباراه حرس الحدود اللي هتكون يوم الاثنين. طبعا حسين الشحات نجم من نجوم النادي الاهلي بيجري التاهيل، يمكن التاهيل على فترتين صباحا ومساء. النهارده ثالث يوم بيجري فيه التاهيل باذن الله، 10 ايام 12 يوم بكثير باذن الله، ويكون مع باقي زملائه في الملعب عشان يشارك في باقي مباريات الدوري الممتاز، وطبعا المباراه الافريقيه اللي هتكون يوم 26. السوليه طبعا اصابه بتتكلم في 10 ايام او اقل باذن الله يكون رجع من العضله الاماميه. طبعا كهربا خلاص الايقاف بينتهي في مباراة حرس الحدود، هتكون يوم الاثنين باخر مباراة ايقاف لكهرباء، بعد كده هيبقى جاهز مع النادي الاهلي عشان خاطر باقي المباريات. محمد محمود ايضا بيتاهل يمكن في المرحلة النهائية من التأهيل. زي ما قلت لك التمرين كان 9:30، النهارده فايلر بعد المحاضرة مع اللاعبين كان قال المران لازم يكون سري علشان خاطر التركيز، يحط التشكيل اللي هيلعب بيه مباراة دجلة، يعمل تكتيك بتاعه التدريب الخططي، وهو ده عرف المدربين العالم كله، بيبقى لازم السرية في تمريناته. يمكن في مصر البلد الوحيدة اللي التمرين بتاعها في اي فرقة مفتوح لكل وسائل الاعلام او كل الاعضاء، فايلر لا ما مش في المدرسه دي خالص، زي المدارس الاوروبيه بيحب يوم او يومين في الاسبوع يقفل على الفرقه عشان خاطر يحط التكتيك بتاعه ويحط التشكيل ويجرب تشكيل ويجرب كذا لاعب في كذا مكان، عشان خاطر طبعا انت عارف الدنيا ضيقه في الكوره، فالاخبار كلها بتوصل لباقي الفرق. فايلر عاوز يركز، عاوز يفنش الدوري بدري بدري عشان خاطر يركز في بطوله افريقيا. لو كلمتك على السيوله المروريه، يمكن محيط النادي الاهلي في سيوله مروريه كبيره، يمكن كورنيش النيل، شارع قصر العيني، كوبري 15 مايو، كوبري 6 اكتوبر، كوبري قصر النيل، السيوله المروريه حوالين النادي الاهلي في سروريه في سيوله مروريه كبيره جدا. اعضاء النادي الاهلي ان هو بداوا توافدوا على النادي، يمكن الجو النهارده يمكن اخف من امبارح واول امبارح، الجو النهارده في نسمه هواء بسيطه. انا شايف النادي فيه ناس مع الاجراءات الاحترازيه القويه جدا، اداره تنفيذيه في النادي الاهلي العميد محمد مرجان ومدير الفرع الاستاذ خالد مرسي، يمكن اجراءات تنفيذيه قويه جدا او اداره تنفيذيه قويه جدا، مفيش تهاون خالص في الاجراءات الاحترازيه، الدخول بالكمامه، قياس الحراره، الترابيزه اقصى عدد يكون على الترابيزه 4 افراد بس، ما يكونش اكتر من كده. الاجراءات ان هو طبعا حرصا على سلامه اعضاء النادي الاهلي. دي كانت اجواءنا في النادي الاهلي، اجواء التمرين، وباذن الله يا رب باذن الله يكون يوم الجمعه الفوز حليف النادي الاهلي والفوز على دجله عشان نقرب خطوه كبيره جدا من حسم اللقب المحبب لكل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. شريف شعبان.